معرض أنا أشوفه دايماً من المعارض المهمة جداً لبلدنا. أولاً مش بس لأنه هو معرض بيشتغل على المنتجات التراثية سواء إذا كانت بتاعتنا أو بتاعت الدول اللي بتبقى مشاركة معانا وما إلى ذلك، لكن كمان هو عملية تأكيد وتكريس وترسيخ لفكرة المشروع الصغير اللي يكبر ويصل في بعض الأحوال إلى مراحل التصدير. ده معرض تراثنا، لهذا السبب ده من المعارض اللي أنا فعلا مبسوط بيها وحبها وحب إن احنا دايما نتابعها. احنا عمليا عندنا ختام معرض تراثنا، ومعانا على التليفون المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. أهلا بيك يا باشمهندس طارق. أهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والمشاهدين. أهلا بك يا باشمهندس. دلوقتي يمكن معرض تراثنا ونحن في ختامه، نتائج وأرقام. لا الحقيقه الدوره دي يعني الحمد لله يعني كالعاده هي دوره ناجحه، ويمكن تكون من انجح الدورات من حيث بقى الاقبال ويعني الشراء. طبعا احنا ما نقدرش نقيس الارقام بشكل دقيق يعني، لكن بيبقى باين جدا من عدد الناس ومن مراقبتنا يعني للجمهور نفسه وهو خارج بيبقى شايل حاجات، العارضين نفسهم. لا الحقيقه السنه دي أنا أعتقد دي من أنجح الدورات من حتة البيع والإقبال يعني، لأن المعرض السنة دي الحقيقة مميز كمان جدا جدا. طيب هل العارضين مش بيوافوكم بنتائج المبيعات وبالتالي نقدر إن احنا نعمل تقييم للمعرض السنة دي يعني نتائج المبيعات من حيث الفلوس؟ ما بنقدرش ناخدها الأعداد بشكل رسمي، احنا بنتيح لهم الفرصة إن هم يجوا في مكان زي دوت. بيجي زائر على مستوى كويس بقوة شرائية كويسة، المعرض بيبقى مصاحب ليه يعني عملية ترويجية أو دورز إعلانات أغنية في الراديو بحيث إن احنا نوفر ليهم الفرصة إن هم يبيعوا، إنما المبيعات بتاعتهم يعني دي بتبقى حاجة خاصة بيهم، وإحنا يعني مش بنصر قوي إن احنا ناخد منهم الأرقام بصورة رسمية، لكن بيبقى عندنا في الآخر بنطلع النهارده لسه آخر يوم يعني بنطلع يعني زي ما تقول يعني استمت او تقدير يعني. كويس. بنقدر ان احنا ازاي نحط معايير اقيم بيها المعرض السنه دي نجح، المعرض السنه دي اكثر نجاحا الى اخره؟ طبعا احنا بناخد فيدباك من العارضين نفسهم وهم بيقدروا يحددوا ديت بوضوح جدا انهم باعوا او ما باعوش. طبعا احنا بنبقى مراقبين حركه الدخول والخروج. البضاعه اللي موجوده لكثير جدا من العارضين اتغيرت اكثر من مره، بمعنى البضاعه اللي كان جاي بيها في بدايه المعرض اضطر يجيب عربيه ثانيه وثالثه عشان الناس بتشتري فيتيح المنتجات بتاعته. فاحنا بنقيم الموضوع دوت، النهارده اخر يوم طبعا ويعني التقارير هتطلع لينا ان شاء الله، لكن انا بؤكد لحضرتك وواضح جدا من المشاهده بتاعتنا ومن يعني الفيدباك المبدئي من كل العارضين ومن الناس اللي تابعين لينا بيراقبوا المعرض السنه دي من افضل السنوات من حيث المبيعات يعني. عدد زوار المعرض في تزايد؟ جدا، انا بقول لحضرتك انا يعني تقريبا كنت بروح كل يوم وهتلاقي يعني العربيات اللي راكنه بره والداخل واللي خارج جوه المعرض حاجه جميله جدا. خلي بال حضرتك معرض تراثنا اصل ده له خصوصيه طبعا، انه يعني من ناحيه يمكن حضرتك يعني قدمت شويه في الموضوع دوت، ان الناس وهي رايحه بتبقى رايحه مبسوطه، الزوار يعني بيبقوا رايحين مبسوطين والعارضين نفسهم بتبقى كده في حاله من المشاعر الايجابيه يعني، لان انت بتروح تشتري حاجه قطعه فنيه وبتشتريها من الشخص اللي عملها مش مجرد بياع واحد بيبيع وملوش دعوه بالقصه. فهتلاقي اغلب الزائرين لما بيخشوا حتى بيبقوا جم في يعني دورات سابقه وعارفين العارضين، بيخشوا يسلموا عليهم يعني كانهم اصحاب، حتى اللي جاي اول مره بيبدا تلاقيه يحكي مع العارض ويبدا يساله طب انت دي بتعملها ازاي؟ طب بتجيب الخامه منين؟ طب بتكسبه؟ حتى هو بيشتري بتبقى حاسس ان هو بيشتري حاجه عاجباه وفي نفس الوقت انه بيعمل حاجه حلوه لانه بيساعد يعني على الحفاظ على تراث بلده وتشجيع نوع معين من الصناعه في مصر الجدوية. فهو معرض يعني له كده يعني حالة معينة ليه خصوصيته حقيقة. على رأيك صحيح حقيقي يعني صحيح حقيقي. أنا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر للمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.